السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عالم العروض والتقنية، أهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد. حاجة لاحظتها وكتير اتسألنا عن البلي باص والأسايم الشهرية أو العروض الشهرية اللي هي في صورة أسايم، زي ما انتم شايفين بيجي لنا أسايم في فري فاير وكول أوف ديوت وكاندي كراش، أسايم كتيرة جدا لما بنشترك في البلي باص. الحاجة اللي لاحظتها زي ما اقول لكم، مثلا لو انتم شايفين كده ده حساب كان عندي وجالي اللي هو الاشتراك المجاني 3 شهور وبعد كده لغيته، ما كملتش وما دفعتش ال5 دولار، فجايب لي وقت بيقول لي ايه اشترك في بلي باص تاني مره ب 4.99 في الشهر اللي هو الاشتراك العادي بتاعه، واستمتع باكتر من 1000 لعبه، وكمان جايب لي احصل على عروض شهريه زي ما انتم شايفينها كده. لما الناس بتسال بيقول فيها فري فاير، هنقول له في بلياردو وفي كاندي كراش صودا وكاندي كراش صودا وكاندي كراش، وفي عندنا كمان الفري فاير وفري فاير ماكس، في العاب تانية جدا حلوه، وفي اللي هو كول اوف ديوت، وفي العاب تانية الفيفا اي سبورت، وفي العاب بتنزل كل شهر اسايم، الاسايم بتتراوح من 5 دولار ل 10 دولار. بس الخلاصة ان انت لو قال لك اشترك سواء مجانا او سواء ب1 دولار لو عليه تخفيض او ب5 دولار في الشهر، مادام مش جايب لك العروض الشهرية اللي تحت دول، يعني مثلا قال لك اشترك اهو تمام زي ما انت شايفين كده في الشاشة ومش جايب لك العروض الشهرية اللي احنا شايفينها الاسامي اللي تحت دي، انا من وجهة نظري ان هي مش هتظهر معاك. يعني لو دفعت الدولار او ال5 دولار مش هيظهر لك العروض دي، ولكن لو قال لك اشترك في بلي باص وجايب لك اللي هي الاسايم اللي انت شايفها تحت ديت، اول ما هتشترك هتظهر لك خانه العروض دي. الحاجه اللي انا تقريبا بتوقعها ان الموضوع مش عشان تشترك في بال5 دولار او بالدولار او من غير اشتراك، حسب الخط حسب الحساب بتاعك والعروض اللي جايه له. يبقى خلاصه الكلام مش هينزل لك الاسايم لما يقول لك اشترك باي مبلغ كان سواء ببلاش حتى، وجايب لك تحت خالص اللي هي ايه العروض الشهريه اللي هي الاسايم. فانت اول ما هتشترك دوس بدء واشتراك ويخصم منك الاشتراك سواء مجانا لو عرض 3 شهور مجانا او بدولار لو في تخفيض او ب5 دولار في الشهر، هتنزل لك الاسايم دي وتبدا تستفيد منها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تعملوا لايك وشير للقناه. كمان الناس اللي جربت وسواء اشتركت بفلوس او من غير فلوس والعروض اتفتحت معاها تشاركنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.